قصر الخامس عشر من يناير يشهد إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف التي نظمها الاتحاد النسائي فرع تشات تحت شعار وإنك لعلى خلق عظيم بحضور السيدة الأولى للبلاد هند ديبي إتنو. وزيرة الصحة العامة انقربتنا كرمير سوكات تطلق رسميا بإقليم مندول فعاليات الانطلاقة الرسمية لمشروع استراتيجية صحة المجتمعات المحلية. المكتب الفرعي للحركة الوطنية للإنقاذ بمدينة بول يقدم شكره لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على جهوده المتواصلة من أجل الأمن والاستقرار بالبلاد. السابعة مساء بتوقيت العاصمة أنجمينا، يسعدنا أن أصطحبكم في عرض النشرة الرئيسية لهذا المساء. ننوه عناية السادة المشاهدون أنه سوف يكون معي ضيف النشرة لهذا المساء رئيسة المجلس الوطني للنساء الرائدات في تشاد السيدة مريم محمد نور بعد قليل. شهد صباح اليوم قصر الخامس عشر من يناير مناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف الذي نظم من قبل الاتحاد النسائي فرع تشات تحت شعار وإنك لعلى خلق عظيم. كان ذلك بحضور السيدة الأولى للبلاد هند ديبي إتنو والرئيس الفخري للاتحاد وبعض من أعضاء الحكومة. ياسر محمد والمزيد عن هذا المجلس. بحضور سيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو الرئيسة الفخرية للاتحاد النسائي الإسلامي فرع تشاد ووزير الأمن العام أحمد محمد باشر والأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بتشاد عبد الدائم عبد الله عثمان وجمع غفير من تلميذات المدارس والخلاوي القرآنية، بدأ الاحتفال الجمهوري الذي نظمه الاتحاد لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف تحت شعار وإنك لعلى خلق عظيم. بدأت المناسبة بآية من القرآن الكريم، بعدها ألقت رئيسة اللجنة المنظمة سمية حسين مسار كلمة رحبت فيها بالحضور على رأسهم سيدة البلاد الأولى والضيوف القادمين من الأقاليم، كما شكرت الجهات التي دعمت هذا الحفل ماديا ومعنويا. أما في مداخلتيهما حليمة الأمين جمعة وباشر توم إدريس فقد تطرقت الأولى عن سيرة النبي موضحة أنه من أخرج الأمة من الظلمات إلى النور، بينما تناولت الثانية مكانة المرأة في عهد الإسلام الذي جعلها سكنا له وعطاها مكانتها في الدين والحياة الاجتماعية. فاطمة البتول زكريا الأمين العام للاتحاد النسائي الإسلامي مكتب تشاد قالت ينبغي لنا كمسلمات نحتفي بذكرى من شرع لنا حياتنا وتركنا على كتاب الله وسنته، كما تخلل الحفل فقرات من المدائح النبوية والقصائد الدينية من فرقة أبو العباس. هذا كما شهدت المناسبة عرض المكتب الاستشاري للاتحاد النسائي الإسلامي العالمي فرع تشاد الذي يتكون من 45 عضوا يمثلون مختلف الأقاليم بالبلاد. وبهذه المناسبة ألقت السيدة الأولى للبلاد هند ديبي إتنو كلمة دعت فيها الاتحاد إلى الانضمام إلى اتحاد النساء الإسلامي العالمي، مشيرة إلى أهمية إحياء ذكرى مولد النبوي الشريف. جزء من كلمة السيدة الأولى للبلاد: جينا اليوم بنية مخلصة، وجينا أكون اليوم بعد مننا القم زهجانين من البيت القمت فجر زهجان، كل من جينا هني وما أهمدي هنا أخواتنا هسا كلنا الحدينا ونقول ده ما شاء الله. هنينا جينا هني نقول جينا نسوي احتفال، جينا نكلمه وقال نقبله هسا ده كلنا كي قلبنا بقى واحد. أخواتي أنا نجيب لكم حديث أنا قريته وحس سألت منا أبوي أبا بدايم قل له إسك حديث ده أوتانتيك ولا ما أوتانتيك، قال لي صح بتي أوتانتيك، لأن الناس سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي الدين شنو، قال الريليجيون والسنسيريتي، الدين الإخلاص والنصيحة. أنت تقول أننا نقول مسلمات أخواتي، وبعد مننا دول مسيحات الكتب السماوية ده
هم كمان نزلوا أخواتي. عندنا التوراة، الإنجيل، الزبور والفرقان، أربعة. النادو هو عند دينا، النادو عند دينا، ما قال لنا كافر، لا. النادو أخوك وقت عند دين، أنت كل تحترم وتحبة، زي أنت كل عندك دين. لكن ما تقول ده من كي، ده عشان ما مسلم، ده عشان مسيحي، ده عشان فلاني. واليوم أصبحنا جينا ما هي دي ودائية ولا دي عربية، يقولوا دي خبيرتها كي، خشن بيتها كي، فلانة دي الكي. أخواتي أننا كان نقولوا أخوان، وأخوان في الدين، أخوان في المحبة، دايرين إخلاص. ونالو أنت قلبك ما خسلت ونيتك ما بقى واحد، شغل تقدر تسيمها فيه.